ليش تشرب كل هالحليب؟ عشان طول يزيد قبل المباراة الجاية لازم أشرب حليب، لأنه يقوي العظام مثل ما تعرف. خلني أراويك. حركة عبيد العظيمة. عبيد يتفنن بالكرة. انت بخير؟ دزت الكرة في السلة؟ لا ما دشت ما دشت، بس ضرسك طاح. يوه ضرسي ابتسامتي وين الحلو؟ لا عبيد انت بخير؟ شو يستوي اذا طاح ضرسك؟ اطيح باقي ضروسك؟ هدي هدي. نانو ابحث في الانترنت عن علاج السن المكسور. جاري البحث. في حال كسر الأسنان يجب وضع السن في كوب حليب. يجب تفادي لمس السن من جذوره، ويجب الذهاب فورا إلى أقرب عيادة أسنان ليساعدك طبيب الأسنان. الحليب يحمي صحة السن المكسور. دكتور أسنان خلاص ما فيني زين ما فيني زين، أنا زين. لا تحاتي ما بيصير لك الخير، بس لازم نستعجل الحين وما نضيع أي دقيقة. خلصنا الحمد لله على السلامة. واو عجيب شكله حلو. شكرا يا دكتورة. زين إن ما ياك أي ويع ثاني في راسك ولا عمودك الفقري. أشوفك الأسبوع الجاي عسى بنرتب لك واقي للأسنان. اللحظة عبيد صدارتك. أوه صح. Thank you.